أولا أشكر قناة الإخبارية على الإضافة، وأشكر كذلك الأخوة والأخوات المشاهدين. وحقيقة هذا حدث له ما بعده، حدث نوعي في المملكة، لأول مرة تشهد المملكة العربية السعودية هذا الحدث الكبير. وأهم أهداف المؤتمر هو أن يصبح منتدى، أحد المنتديات العالمية الرائدة في مجال نقاش والتباحث في قضايا التعدين والمعادن في العالم. نعم، إذا ما تحدثنا يعني عن لو سمحت لي ويركز على ثلاثة محاور أساسية. المركز الأول هو واقع ومستقبل التعدين، وكذلك دور التعدين والمعادن في تنمية المجتمعات، وكذلك أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزا إقليميا للاستثمار التعديني. جميل جدا، دعنا نأخذ هذه النقطة التي ذكرت عن مستقبل التعدين في المملكة، وكونك رئيس اللجنة الوطنية للتعدين، حدثنا عن هذا الجانب. الحقيقة من فضل الله علينا في هذه البلاد أن المملكة، أن الله سبحانه وتعالى حبل المملكة ثروة معدنية عظيمة تتمثل في الدرع العربي الذي تزيد مساحته عن 630 ألف كيلومتر مربع، ويحتوي أكثر من 34 نوع من المعادن، الذهب والفضة والنحاس والرصاص، يعني 84 نوع، وبعضها من المعادن الحرجة أو الاستراتيجية التي يحتاجها العالم الآن وزاد الطلب عليها، وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع. ثانيا، بقية مناطق المملكة حوالي 1,300,000 كيلومتر مربع هي عبارة عن طبقات رسوبية تحوي الكثير من المعادن الصناعية، مثل الفسفات والبوكسايت اللي هو خام الألمنيوم، والسيليكا واللايمستون اللي هو الحجر الجيري في صناعات الإسمنت والجبس، وغيرها الكثير من هذه الثروات المعدنية العظيمة. مع ما ذكرت من الثروات التي يعني تحظى بها المملكة العربية السعودية وبما حباها الله يعني من هذه الثروات، إذا ما تحدثنا عن تحديث التقنية وتطويرها وكذلك اليد العاملة في المملكة العربية السعودية لهذا الجانب. الحقيقة تاريخ التعدين في المملكة العربية السعودية قديم جدا، بدأ من عهد المغفور له الملك عبد العزيز عام 1931 عندما تقابل مع أحد رجال الأعمال والسياسيين الأمريكيين مستر كراين، وطلب منه أن البحث عن موارد المياه والموارد الطبيعية في المملكة، فأرسل له أحد الجيولوجيين الأمريكيين المعروفين في ذلك الزمن اللي هو كارت توتشل، وقام ببحث عن المعادن في ذلك الوقت. ومنذ ذلك التاريخ استمرت المشاريع والمبادرات في تطوير التعدين، ولكن يعني في رأيي أنا الشخصي أنها كانت مبادرات لا ترقى إلى الشمولية والتخطيط الشامل، وكانت جهود مباركة ولكنها فردية، وأثمرت الكثير من النتائج الجيدة، زي مثلا أثمرت عن أنه استثمار منجم مهد الذهب. نعم. وأنتج في ذلك التاريخ من حوالي 36 إلى حوالي 15 سنة حوالي 900,000 وقية من الذهب، وكذلك حوالي 1,200,000 وقية من الفضة. ولكن لا يعني رغم كل هالجهود ظل الاستثمار إلى عام 2017 هو تقليدي. نعم. لم يرتقي إلى استخدام التقنيات الحديثة، إذا استثنينا طبعا شركة معادن التي تأسست عام 1997 وبعض الشركات القليلة جدا، والباقي كان معظم الاستثمار في مواد البناء والمحاجر.